بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمود علي عبد العاطي. الأخ محمود، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الزي الشرعي للنساء، هل هو الحجاب والخمار معا أم كل على حدة؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الزي الشرعي للنساء هو الساتر، هو الساتر لجميع جسمها على الرجال الذين ليسوا من محارمها، بما في ذلك الثوب الضافي والخمار الذي يستر رأسها ووجهها. وبالجملة فالزي الشرعي للنساء هو الستر الكامل لرأسها ولسائر بدنها وأطرافها، وأن يكون هذا الساتر ليس فيه زينة، تجلب إليها الأنظار وتفتن الرجال بها إذا خرجت به من بيتها، وأن لا تصطحب معها طيبا في ثيابها أو في بدنها إذا خرجت، لأن كل هذه الأمور من دواعي فتنة. تخرج المرأة من بيتها متسترة بجميع جسمها بثياب ليس فيها زينة وشهرة، وتكون متجنبة للتعطر والروائح التي تفتن الناس بها. وكذلك إذا كانت في بيتها وبحضرة رجال ليسوا محارم لها، فإنها أيضا تلتزم بهذه الآداب الشرعية تجنبا للفتنة. المرأة المسلمة أمرها الله سبحانه وتعالى بستر الكامل، يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وفي ختامها يقول جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكل ما يدعو إلى الاحتفال بالمرأة من زينة الحلي أو زينة الثياب أو طيب الرائحة أو انكشاف شيء من بدنها، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة، وأوجب عليها تجنب كل ما يثير الفتنة ويصرف أنظار الرجال إليها، حماية لها وحماية للمجتمع الإسلامي من أن تجب إليه الفتن والشرور التي توجد في المجتمعات الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني ملتزم والحمد لله، وإذا أردت الزواج فما هي الشروط التي يجب علي أن أشترطها في الفتاة؟ هل لا بد أن تكون ملتزمة بجميع أحكام الشريعة الإسلامية، أم أكتفي بكونها تصلي وأقوم أنا بتعليمها ما تبقى إن شاء الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين فربت يداك. الذي يريد الزواج يتحرى المرأة الدينة التي تؤدي ما أوجب الله عليها وتتجنب ما حرم الله عليها وتلتزم بالحياء والحشمة والستر وغير ذلك من الآداب الشرعية، ولا يكفي أنها تصلي، فلا بد من أداء بقية الفرائض وتجنب المحرمات والمعاصي. وما دمت في دور الاختيار عليك أن تختار الملتزم بدينها، ولا يكفي أن تكون ملتزمة لبعض الدين ومتساهلة لبعض الآخر. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كانت المرأة تلبس لباسا ضيقا فهل يصلح هذا للصلاة أو لا؟ لباس ضيق لا يجوز للمرأة، لأنه يظهر كفاتنها للرجال ويبين أحجام أعضائها. والمطلوب من المرأة أن تلبس لباسا واسعا يبقي عليها ولا يبدي شيئا من تقاطيعها، ولكن لو صلت بثياب ضيقة صلاتها صحيحة
ما دامت كافرة لبدنها، ولكنها تأثم على كونها ضيقة، هذا تصح مع الإذن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: إنني أعمل في أحد المحلات التجارية، وبعض الناس عندما يأتون للشراء ينسون بعض حاجياتهم ولا يعودون إليها، وحينئذ أسأل فضيلتكم كيف أتصرف والحال ما لسر؟ جزاكم الله خيرا. أليس بشفظها والانتظار لأصحابها؟ فإذا مضت مدة طويلة ويئست من مجيئهم فإنك تتصدق بها علانية الأجر لأصحابها، وهذا إنما يكون إذا انتظرت في شفظها ولم يأتي أحد وطالت المدة وغلب على ظنك أن صاحبها لا يأتي، فحينئذ تتصدق بها علانية الأجر لصاحبها، ويكون لك الأجر أيضا من كونك حافظت عليها ووضعتها في الموضع الشرعي. جزاكم الله خيرا. يقول: كنا نعيش مجموعة في قرية صغيرة، ولما تحسنت الحال بدأ كل إنسان يبني له بيتا بعيدا عن مكانه القديم، وحينئذ توسعت القرية وأصبح لكل منا مسجد يخصه. السؤال الآن عن المسجد القديم، هل نهدمه أم كيف نتصرف في أرضيته؟ جزاكم الله خيرا. المسجد القديم ما دام أن فيه من يصلي فيه إنه يبقى، أما إذا عطل ونجح الناس من حوله فهذا تراجعون فيه المحكمة الشرعية بأخذ نظر القاضي في ذلك، على مرجعه إلى المحكمة بعدما تتعطل منافع هذا المسجد. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمع حسن عبد الهادي حسين من بنغازي يسأل عن: من أراد أن يحج عن قريب له، هل هناك شروط معينة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يشترط في من يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أن يكون هو قد حج عن نفسه أولا واعتمر عن نفسه أولا، إذا كان يريد العمرة فيشترط أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، وإن كان يريد أن يحج عن غيره فيشترط أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي الآخر فقال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن هذا الشخص الذي سماه. دل هذا على أنه يشترط النيابة في الحج أن يكون النائب قد أدى الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه، يعني أدى النسك الذي نال فيها عن غيره أداه أولا عن نفسه، ويشترط كذلك الإخلاص في النية لأداء الحج والعمرة عن الغير، وأن لا يكون مقصود الإنسان الطمع الذي يأخذه في سفره الحج أو العمرة، بل يكون قصده أداء العبادة والتقرب إلى الله ونفع فيه المسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الأخت رايسين عيسى. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها جمع آخر من الأسئلة، فتسأل في أحدها وتقول: إنني أشكو من الكلام على الناس في قلبي، إن أنني أقول هذه بخيلة وتلك وسخة وثالثة نظيفة وهكذا، كيف أستطيع أن أتخلص من هذه العادة حتى لا أؤذي الناس، علما بأنني لا أتكلم به كما قلت؟ جزاكم الله خيرا. وتكمل السؤال الذي سبق. نعم، يشترط كذلك النيابة الحج أن يكون النائب مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا دون البلوغ فإنه لا يروب عن غيره في الحج والعمر. وأما ما ذكرته السائلة من أنها يقع في نفسها شيء من تلقص الناس وعيوبهم، فهذا يكون من سوء الظن، يكون من سوء الظن بالمسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين ما لم يظهر له شيء من ما لا يليق من تصرفاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا من سوء الظن، وعليها أن تحسن الظن بإخوانها المسلمين وأن تبتعد عن هذه الظنون السيئة، لأن الأصل في المسلم والمسلمة العدالة والسلامة. جزاكم الله خيرا. تسأل
أختنا عن حكم تأخير صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل. تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لا بأس بذلك، بل كل ما تأخرت من غير ضرر لأحد فهو أفضل إلى نصف الليل. أما إذا كان تعديلها في أول الوقت فيه رفق بالناس، صلاة الجماعة من أجل أن ينام الناس، فتعديلها أفضل، وإنما يستحب تأخيرها إلى نصف الليل إذا سهل. أما تأخيرها عن نصف الليل فهذا لا يجوز إلا في حالة العذر الشرعي. جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلتكم شيخ صالح تقول: هل هناك من أدعية أو أعمال صالحة تساعدني على تطهير قلبي ولساني؟ نعم، لا شك أن هناك أعمال صالحة تساعد على تزكية القلب وتزكية النفس، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات والإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه، كل هذه مما يطهر القلب ويزكي النفس. الطاعات كلها سواء كانت قولية أو عملية، سواء كانت ظاهرة أو قلبية، كل الطاعات تزكي النفوس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وكفها عما حرم الله، فهذا يحصل على الفلاح من الله سبحانه وتعالى. فما أن المعاصي والسيئات والأقوال السيئة والأفعال السيئة وسائر المعاصي تدمر النفس وتؤثر على القلب. قال تعالى: وقد خاب من دساها، أي دلس نفسه ودسها في التراب وأنزلها من منزلتها اللائقة بها. فعلى كل حال الطاعات تزكي النفوس والمعاصي تدمر النفوس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع عاطف عبد الفتاح متولي يعمل في الرياض. أخونا يسأل سؤالا يقول: ما الحكم في البيع بالتفصيل؟ وإذا كانت الفائدة تزيد فيه عن البيع النقدي بحوالي 25% تقريبا، فما الحكم أيضا علما بأن الطرفين يعلمان بهذا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالبيع بالتفصيل، البيع المؤجل سواء كان شخص واحد أو إلى أقساط متعددة، كل ذلك لا بأس به. قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل في المعاملات الحل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع اشترى بالأجل، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام، وكان يستدين على إبل الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم يستدين على إبل الصدقة إذا عرضت حاجة للغزو. كل هذا يدل على البيع المؤجل، والسلم يوم السلم هذا من بيع المؤجل، لأنه من تعجيل المثمن وتعجيل الثمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم لدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا يشمل دين السلم ويشمل أيضا سائر الديون، ومنها ثمن المبيع إذا كان مؤجلا. والآن الزيادة في المؤجل فهي مباحة، لأنه معلوم أن البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال، والناس لا يبيعون مؤجلا إلا إذا كان لهم طمع يغريهم بالتأجيل. لكن لا ينبغي للبائع أن يستغل حاجة المشتري ويزيد عليه زيادة باهظة، بل عليه أن يزيد زيادة مقبولة، زيادة لا تضر وتجحف بالمشتري، خصوصا إذا كان هذا المشتري محتاجا ومضطرا. فإنه ينبغي للمسلم أن يراعي ضيف أخيه المسلم فيزيد عليه زيادة غير مجحفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: بظروف معينة تأخرنا في النوم، وبظروف أخرى جعلت والدي يؤخر زكاة الفطر إلى يوم الفطر، فاستيقظنا من النوم فوجدنا الإمام ينوي بالصلاة، فتناول والدي مسرعا ما يود إخراجه من الزكاة من الصبوغ ووضعها خارج المنزل لحين انتهاء الصلاة، وبعد ذلك جاء من الصلاة فوجد الدواب قد أكلتها، فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة مرة ثانية؟ جزاكم الله خيرا. وهل يشترط أن نخرجها في يوم عيد أم في أي يوم؟ جزاكم الله خيرا. وقت إخراج صدقة الفطر ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، والأفضل أن يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. ولو أخرجها من ليلة الفطر بعد غروب الشمس فلا بأس بذلك، وهذا أيضا يدخل في الوقت الفاضل. ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهنا وقت جواز وقت فضيلة. وقت جواز يبدأ قبل العيد بيوم أو يومين، وقت الفضيلة ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. أما لو حضرت صلاة العيد
ولم يخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنه يكون ذلك مجزيا أيضا، يخرجها في بقية يوم العيد، ولو فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها أيضا لأنها دين في ذمته لا تسقط عنه ما دام يستطيع إخراج زكاة الفطر، فإنها تبقى دينا في ذمته لو لم يخرجها في وقتها المحدد فيقضيها ولو بعد يوم العيد ولو طال الوقت، لأنها لا تزال دينا في ذمته. قال صلى الله عليه وسلم: أقم الله والله أحق بالقضاء. وأما ما ذكره السائل من أنه أبرزها ليخرجها وذهب يصلي صلاة العيد ولما جاء وجد الدواب قد أكلتها، فإنها تبقى في ذمته ولا تبرأ ذمته بإبرازها لأنها لم تصل إلى مستحقيها، وما دام لم تصل إلى مستحقيها فإنها باقية في ذمته. فإذا تلفت بأكل الدواب أو بسرقة أو غير ذلك فإن هذا لا يجزيه ولا بد من أن يخرج بدلا عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين سين عين بعث برسالة يقول فيها: كما علمت من أسرتي ومن بعض الجيران بأنني في أحد الأيام وأنا طفل الرضيع لا يعلم أحد كم كان عمري في ذلك الحين بالتحديد، سافرت أمي وتركتني بدون لبن، فقامت جارتنا وأرضعتني مع ابنتها، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها. والذي حملنا على هذا الزواج أننا نحن جميعا في ريف لا نعرف الحكم، وبأن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، هكذا يقول شيخ صالح، حيث أن لنا في هذا الزواج 3 سنوات وخلفنا بنت، ولكن المشكلة هنا أصبحت عدد الرضاعات مجهولة ولم تذكرها أم الفتاة وكم كان عددها في ذلك اليوم الكامل، وبسبب طول المدة لم ندري كيف نتصرف. أرجونا جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال تعالى: وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لما ذكر سبحانه المحرمات النكاح ذكر من جملتها الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع. ثم جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الزيادة على ذلك في قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وما ذكره السائل من أنه رضع من امرأة وأنه تزوج من بنات هذه المرأة التي أرضعته أو من بنات امرأة زوجها الأخرى إذا كان له زوجة أخرى، فإنه إذا كان هذا الرضاع في الحولين وكان 5 رضاعات معلومات فإنها تصبح أختا له من الرضاع، يحرم عليه نكاحها ويكون هذا النكاح باطلا يفرق بينهما. أما إذا لم تعلم عدد الرضاعات فإن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يعلم عدد الرضاعات، فإذا كانت 5 رضاعات فإنها تحرم عليه ويفرق بينهم. وحد الرضعة أن يمص الطفل الثدي، يمص منه اللبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي، فإذا عاد مرة ثانية ومصه مصة ثانية تعتبر هذه رضعة أخرى إلى أن يكمل 5 من هذا النوع ولو كانت في مجلس واحد. الحاصل أن هذا النكاح محتمل، فعليه من يراجع القاضي أو المفتي ليحضر المرأة التي أرضعت ويسألها عن كيفية هذا الرضاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: المرأة إذا كانت لا تقضي ما فاتها من رمضان في السنين السابقة جهلا، ولربما لا تدري كم أفطرت من الأيام طبعا عن عذر شرعي، فهل عليها قضاء أو إطعام فقط، وقد علمت الآن أن الإفطار فيه القضاء وفيه الكفارة، كما الحل الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الأصل أن من أفطر من رمضان فإنه يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن أفطر في نهار رمضان سواء كان لعذر شرعي أو لغير عذر أو كان متعمدا لغير عذر فهذا يعتبر عاصيا ويجب عليه القضاء والتوبة. أما من أفطر لعذر شرعي فإنه لا يثم عليه، ولكن يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. فعلى كل حال القضاء واجب على هذه المرأة.
وأما عدد الأيام فإنها تقدرها لأن تعرف عدد السنين التي مرت عليها وتعرف كم يوم أفطرت من كل شهر من رمضان ثم تقضيها وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا يعني مقدار نصف صاع من الطعام وهو كيلو نصف عن كل يوم تدفعه للفقير عن التأخير وأما عدد الأيام فإنها تجتهد في تقديرها وتحتاط وتقضيها. جزاكم الله خيرا. هل على الحامل والمرضع قضاء أم عليها كفارة فقط؟ إذ أنني سمعت من بعض الناس وذكر دليلا عن ابن عباس يقول إن عليها الإطعام فقط وذكر أنها من الذين يطيقونه. وجهنا جزاكم الله خيرا. الصحيح والراجح أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط أما إذا أفطرتا خوفا على الحمل أو الرضيع لنشاف اللبن عنه فإن عليها أمران القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. القضاء لا بد منه بقول جمهور أهل العلم القضاء لا بد منه أما الإطعام فإن كان الإفطار من أجل ضررها هي ليس عليها إطعام وإن كان من أجل ضرر الطفل فعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فهذا في حق الكبير الهرم الذي لا يستطيع القضاء أو المريض المرض المزمن الذي لا يستطيع القضاء فهذا يقدم الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وليس عليه صيام لا قضاء ولا أداء. أما الحامل والمرضع فبإمكانها أن تقضي إذا جال عذرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.